فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لديه أغنام يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، فإذا جاءه أحد يريد الشراء فإنه يبيعه منها. سؤاله: هل أزكيها زكاة عروض تجارة أم أزكيها زكاة سائمة؟ لا، ما هي زكاة سائمة، إذا كانت ترعى كل الحول أو أكثر الحول هذه السائمة، إذا كنت تعلفها ما فيها زكاة، لكن إذا بعتها حصلت على دراهم وحال عليها الحول بعد بيعها، حال الحول على الدراهم بعد بيعها زكي. نعم، زكاة نقود. نعم.